أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره وسبباً للمزيد من فضله ودليلاً على آلائه وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعل جوامع صلواتك ونوامي بركاتك وشرائف تحياتك على نبيك وصفيك وخيرتك من خلقك، أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبك من العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، وصل على علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمتنا الهداة المهديين من ذرية الحسين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والزكي الحسن والخلف القائم المهدي المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة، اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، إلى الحق آمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإيثار طاعته، فإنها النجاة غدا والمنجاة أبدا. واعلموا لو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل له منهما فرجا ومخرجا. جعلنا الله وإياكم من خيرة عباده المتقين الصالحين، إنه سميع مجيب. أيها الأخوة الكرام والأخوات المؤمنات، كما ستمر بنا ذكرى وفاة الإمام الكاظم عليه السلام، كذلك ستمر بنا ذكرى المبعث النبوي الشريف، وسيصادف يوم الثلاثاء، ولا شك أن يوم المبعث النبوي يوم جليل عظيم مقدس، من أعظم الأيام فضلا وشرفا وقداسة، ناهيك عما حدث فيه، وهو أقدس حدث وأعظم حدث منذ أن دحى الله سبحانه وتعالى هذه الأرض، إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي بعثة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حينما تنزل جبرائيل الأمين على رسول الله صلى الله عليه وآله في غار حراء بالرسالة الإسلامية والوحي من الله سبحانه وتعالى، تلك الرسالة المحمدية التي أخرجت الناس من الضلال إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور، وشع نورها على جميع الخلائق كافة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين. تلك الرسالة التي بشر بها جميع الأنبياء والرسل، ولم يرسل رسول قبل نبينا المصطفى، لم يرسل رسول للعالمين جميعا وبرسالة للناس جميعا، ورسالة خاتمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا رسالة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فحري بنا أن نحتفي بذلك اليوم احتفاء كبيرا، وأن نعطي ذلك اليوم حقه من الإجلال والإكبار والفرح والغبطة والسرور، لأننا في ذلك اليوم أخرجنا من الضلال إلى الهدى، ومن الجهل إلى نور البصيرة، إلى نور الإسلام. وتقديس ذلك اليوم بإحياء أيضا ما فيه من أعمال من عبادة وصيام وغسل وزيارة، بل أن صيامه من الأيام التي نص عليها الشرع الحنيف وأكد استحبابها علماؤنا في رسائلهم العملية. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى إحياء ذلك اليوم وتعظيم ذلك اليوم وتقديسي وإجلالي ذلك اليوم، إنه سميع مجيب. كما أننا أيضا نهيب بصمود وثبات شباب فلسطين، أولئك الشباب الذين يواجهون ذلك العدو الغاصب المحتل بكل أساليب المواجهة والثبات والصمود، وأخيرا صمود أولئك الأسرى الذين مضى عليهم السنين الطويلة في سجون ذلك النظام والعدو الغاصب، حيث يقبعون لسنوات طويلة وفي ظروف مأساوية، وقد واجهوا ذلك الحقد وذلك الاحتلال الغاصب وتلك العنجهية هذه المرة بأمعائهم الخاوية بإضراب عن الطعام، أضربوا عن الطعام لأيام يدافعون عن قضيتهم ويدافعون عن مقدساتهم ويدافعون عن وطنهم ويدافعون كذلك عن حقوقهم. فحري بالجميع من أبناء الأمة الإسلامية أن يقفوا إلى جانب ذلك الشعب المظلوم وإلى جانب أولئك الأسرى المعذبين، وكل الشعب الفلسطيني أسير، وكل الشعب الفلسطيني معذب ويقاسي ما يقاسي من العذاب والهوان لسنين طويلة. ناهيك بأولئك الذين يقبعون خلف القضبان وفي قعر وظلمات سجون ذلك المحتل الغاصب لتلك الأرض المقدسة، حري بالمسلمين جميعا أن ينتصروا لأولئك المعذبين المظلومين، وأن يدافعوا عن تلك القضية الحقة، وأن ينتصروا لتلك المقدسات المغتصبة. أسأل الله أن يحرر تلك الأرض من أيدي أولئك الصهاينة الحاقدين، وأن يطهر مقدسات المسلمين جميعا، وأن يخلص بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من دنس المحتلين الغاصبين، ومن شر أولئك الإرهابيين التكفيريين الذين هم عملاء لأولئك الصهاينة الحاقدين الذين عاثوا في بلاد المسلمين فسادا. أسأل الله كما نسأله أن يطهر فلسطين من أولئك الصهاينة، نسأله أن يطهر بلاد المسلمين من أولئك التكفيريين الإرهابيين، وأن يوحد كلمة المسلمين على الخير والحق والهدى، إنه سميع مجيب.